السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعي قناة كابيتان، وأهلا ومرحبا بكم. في البداية ما تنسوش تضغطوا على سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. الإسماعيلي يكشف موقفه من رحيل المحمدي. كشف نادي الإسماعيلي حقيقة الأنباء والتقارير التي ترددت مؤخرا بشأن رحيل قائد الدراويش باهر المحمدي إلى الأهلي خلال الانتقالات الشتوية القادمة. صبر المنياوي مدير الكرة بالإسماعيلي من أجل وضع النقاط فوق الحروف بشكل نهائي، خاصة مع اقتراب موعد باب الانتقالات الشتوية أقل من شهر ونصف. وقال المنياوي: عقد المحمدي مع الإسماعيلي مازال ساريا لمدة موسمين ونصف، وبالتالي لن يحق له الرحيل إلا بعد الرجوع إلى مجلس الإدارة. وأضاف: اللاعب من الأعمدة الرئيسية للفريق وسيكون من الصعب التخلي عنه. نحن كمسؤولين نريد بناء فريق يستطيع المنافسة على البطولات ومناطحة الأهلي والزمالك. وتابع المنياوي: لن نفرط في أحد مطلقا مهما كانت الإغراءات المالية. اللاعب ليس معروض للبيع أو حتى للإعارة. وأتم: وأتم كل ما يقال عن توقيع المحمدي للأهلي ليس صحيح. بالعكس، نحن حاليا في مرحلة التعاقد مع لاعبين، أحدهما في مركز المهاجم الصريح بالإضافة إلى مركز الظهير الأيسر. سر رفض فايلر عودة المعارين. أغلق السويسري ريني فايلر المدير الفني للفريق الأول بنادي الأهلي فكرة عودة اللاعبين المعارين نهاية الموسم الجاري، وطلب استمرارهم خارج صفوف الفريق، خاصة أن معظم المراكز التي يحتاج إليها لا تحتاج إلى أي منهم. وجاء قرار السويسري خلال تقريره الفني الذي جهزه للجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، خاصة بعد المطالبة بحسم مصير اللاعبين الذي تنتهي إعارتهم، مثل محمود الجزار وأكرم توفيق وأحمد ياسر ريان، بخلاف ناصر ماهر وفوز الحناوي المعارين إلى سموحة. فايلر اشترط خلال تقريره أن الفريق يحتاج إلى ضم لاعبين في الانتقالات الشتوية، خاصة أن الاستبدال وضع الفريق في مأزق. والمشكلة التي تواجه ارتباط الأهلي بقيد الثنائي مؤمن زكريا ومحمود عبد المنعم كهربا، رغم حاجته إلى مهاجم صريح لتدعيم الهجوم. لجنة التخطيط اتفقت مع محمود الخطيب رئيس النادي على تلبية احتياجات المدير الفني في تدعيمات الفريق وإعادة النظر في الأسماء المرشحة للانضمام للأهلي. وجاءت المخاوف من جانب اللجنة من تأخر عودة مؤمن زكريا وإيقاف كهربا حال حصول الزمالك على حكم لصالحه بناء على الشكوى التي قدمها ضد اللاعب مؤخرا في الفيفا. وتنتظر لجنة التخطيط عقد جلسة مع فايلر خلال الساعات المقبلة لمعرفة رأيه في بعض الأسماء التي تم اختيارها من أجل تدعيم خط الهجوم ووضع الخطة البديلة حال فشل إتمام صفقة الثنائي كهربا ومؤمن زكريا في يناير. وطلبت اللجنة من الجهاز الطبي تقديم تقرير مفصل عن آخر تطورات حالة مؤمن زكريا وتحديد موعد مبدئي لعودته للملاعب، وفي حالة تأخر العودة في يناير يتم إبلاغهم لاتخاذ الخطوة الأخرى لضم لاعب بديل له. فايلر يصدم إدارة الأهلي ويتمسك بالمغضوب عليه. تمسك الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري ريني فايلر بخدمات مهاجم الفريق وعدم التفريط به خلال الانتقالات الشتوية. وأبدى فايلر رغبة واضحة في استمرار المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق، رافضا كل محاولات تسويقه خارجيا للاستفادة المادية، خاصة بعد هبوط مستواه خلال الفترة الماضية. ويرى فايلر أن أزارو يعد من المهاجمين المميزين والقادرين على صناعة الفارق في أي لحظة، خاصة أنه مقيد إفريقيا وأحد الأوراق الرئيسية.
وتلقى اللاعب عدة عروض خارجية خلال الساعات الماضية، إلا أن تمسك فايلر بخدماته يحول دون رحيله. ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته في الرابعة عصرا على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة. تفاصيل جلسة فايلر مع الجهاز الفني للأهلي. يعقد السويسري ريني فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع جهازه المعاون قبل انطلاق المران للاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة ببرنامج الإعداد الذي يقود الفريق خلال المرحلة الثانية. ووفقا لمدير الكرة سيد عبد الحفيظ، يخوض الفريق مباراة ودية أو اثنين خلال المرحلة الثانية من فترة الإعداد، على أن يتحدد اليوم موعد التجارب الودية طبقا للبرنامج التدريبي الذي أعده المدير الفني. تخوفا من رحيله، الزمالك يطالب زيزو بالابتعاد عن مصيدة وكلاء اللاعبين. طلب مسؤول نادي الزمالك من أحمد سيد زيزو لاعب الفريق بالابتعاد عن وسائل الإعلام، وخصوصا بعد تألقه مع منتخب مصر وظهوره بشكل مميز. يأتي ذلك في الوقت الذي طلبه فيه مسؤول النادي بالابتعاد عن وكلاء اللاعبين وشركات التسويق بعدما تردد عن وجود محاولات البعض بجلب عروض خارجية له للرحيل عن الأبيض. مطالب بشطب مصطفى يونس من القلعة الحمراء بسبب هجومه على الأهلي. طالب عدد من جماهير النادي الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشطب مصطفى يونس لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقا من القلعة الحمراء بسبب إساءته المتكررة إلى رموز ومبادئ النادي على حد وصفهم. أزار وأجاي في مران الأهلي خلال 48 ساعة وفحوصات للشيخ والسيد. يخضع أحمد الشيخ وحسين السيد لاعبي الأهلي لفحص طبي قبل انطلاق مران اليوم للتعرف على آخر المستجدات الخاصة بحالتهم وفرص مشاركتهم في المران وتجهيزهم للمرحلة المقبلة. سيد عبد الحفيظ، لا نمانع في تأجيل مباراة النجم الساحلي شريطة موافقة الكاف. أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن النجم الساحلي التونسي تواصل مع ناديه من أجل تأجيل مباراة الفريقين، وكان الاتحاد الإفريقي حدد يوم 29 نوفمبر الجاري موعد المباراة على ملعب رادس. وقال: الأهلي لديه علاقات محترمة ووثيقة بالأندية التونسية ونحترمهم كثيرا، وبيننا تاريخ مشترك كرويا والتعاون ممتد في مجالات عدة. إذا حصلوا على موافقة الكاف بتأجيل المباراة لمدة 24 ساعة فسوف نوافق، فهذا شيء طبيعي. الأهلي يرفض إعارة علي لطفي الإنبي بسبب القائمة الإفريقية. رفض مجلس إدارة الأهلي العرض الذي تقدم به مؤخرا مسؤول إنبي للحصول على خدمات علي لطفي حارس الأهلي الحالي. وكشف مصدر مسؤول في إنبي أن الإدارة البترولية توصلت مؤخرا مع الأهلي للحصول على خدمات الحارس لما يمتلكه من خبرات عالية، ولكن جاء رد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالرفض نظرا لقيد الحارس في القائمة الإفريقية وحاجة الأحمر لجهوده. صراع سعودي على طارق حامد ودجلة يطلب عنتر. دخل ناديي الأهلي واتحاد جدة السعوديين في خط المفاوضات بقوة مع طارق حامد لاعب وسط الزمالك للتعاقد معه في يناير المقبل بعد المستويات المميزة التي قدمها مع فريقه والمنتخب الوطني وحجز مكان لفترة طويلة في التشكيل الأساسي. ويضع حامد الأولوية لديه في الانضمام لصفوف الأهلي السعودي بسبب علاقته الطيبة بالسويسري جروس المدير الفني السابق للزمالك والذي قام بتدريبه من قبل، ويضع عليه ثقة كبيرة ونجح في تطوير مستواه بشكل كبير. وستكون موافقة إدارة نادي الزمالك هي الفيصل في الأمر، وسط رفض الأبيض حتى الآن التفريط في خدماته
والتمسك ببقائه لنهاية الموسم في ظل الصراع المبكر على لقب الدوري. وطلب مسؤولي نادي وادي دجلة استعارة محمد عنتر لاعب وسط الزمالك لمدة موسم ونصف، لكن الإدارة البيضاء تسعى لإدخاله كمقايضة مقابل الحصول على خدمات محمد عبد العاطي لاعب الوسط وحسم الصفقة بشكل رسمي وسط حاجة الفريق للتدعيم في وسط الملعب بعد إصابة محمود عبد العزيز بالرباط الصليبي.